الإيجابية كلمة كلنا بنسمعها كتير جدا، في كتير منا هتلاقيهم قروا كتب عن الإيجابية، الطاقة الإيجابية، قروا مقولات كتير عن الطاقة الإيجابية وتأثيرها على عقليتنا، تأثيرها على طريقة تفكيرنا، تأثيرها على قراراتنا سواء في المستوى الشخصي أو في المستوى العملي. احنا هنتكلم النهاردة، جاي اتكلم معاكم على الموضوع بطريقة مختلفة شوية، هو ازاي ان احنا نتجنب السلبية الناتجة من كلمة لا، من كلمة نو. بس الاول عايز اسألكم سؤال، واللي موافق لو سمحتوا يرفع ايده. مين فينا تقال له لا وهو صغير على حاجة كان نفسه يشتريها، او كان سفرية كان نفسه يسافرها، او هواية نفسه يمارسها، او رياضة نفسه يحترف فيها، او مدرسة يدخلها، او كلية يدخلها، او شغل يدخلها. طيب واضح ان انا مش انا لوحدي، كلنا اتقلنا لا في كل مستوى، في كل مراحل حياتنا. اتقلنا لا واحنا في البيت، اتقلنا لا واحنا في المدرسة، اتقلنا لا واحنا في الشغل. بس ممكن واحد يجي يقول لي الطبيعي ان احنا نسمع كلمة لا، احنا مش عايشين في المدينة الفاضلة علشان كل حاجة تطلبها تتحقق لك، احنا مش عايشين في فيلم كرتون علشان كل الاحلام بتاعتك وكل الخيالات بتاعتك تبقى حقيقة. ده حتى في فيلم الكرتون بتاع علاء الدين لما لقى المصباح، لما عمل المصباح طلع له منه الجني قال له شبيك لبيك، نفسك في ايه؟ قال له انا نفسي في حاجات كتيره قوي، قال له ليك سبع امنيات بس، قال له اوكي انا عايز امنيه واحده بس، هي ان ياسمين تحبني وتتجوزني. قال له ها لا برضه. كلنا بنسمع لا. المشكله ان لا دي مش موجوده عندنا بس، في ناس ممكن تفتكر ان هي موجوده في بلدنا وفي ثقافتنا بس، انما هنلاقي ان في كل ثقافات العالم وفي كل بلدان العالم كلهم بيقولوا لا وكلهم بيرفضوا. الطبيعي انك ترفض، المشكله مش في الرفض، المشكله في طريقه الرفض. لو جينا بصينا على اللغه العربيه عندنا، لو ابتدينا باللغه العربيه الفصحى هنلاقي ان طرق النفي كتيره جدا، هنلاقي لا ولم وليس وكلا ولات ولم كتير. ولو جينا بصينا للغه العاميه هنلاقي فكك، كبر دماغك، ايه اي كلام اللي انت بتقوله ده، سيبك، ممكن نقعد فيهم لغايه بكره الصبح على الطريقه اللي احنا بننفي بيها، الطريقه اللي احنا بنرفض بيها فكره. طبيعي ان انت تترفض، طبيعي ان انت مش كل الافكار اللي بتجيلك تتحقق او الناس توافقك عليها، الرفض طبيعي. المشكله في طريقه الرفض، في ناس ممكن يرفضوا فكره بطريقه متحضره جدا ويديلك بدلها حلول، وفي ناس ممكن يرفضوا الفكره بتاعتك بطريقه في غايه السلبيه لدرجه ان هم يقتلوا حلمك ويقتلوا الابداع اللي عندك. وده اللي في الاخر بيخلي ان في دول اسمها الدول المتقدمه ودول اسمها الدول الناميه. طريقه الرفض، طريقه السلبيه، طريقه قتل الحلم. وانا في المدرسه في ثانويه عامه، طبعا اللي منكم دخل ثانويه عامه يعرف ان بيتقال له ان دي السنه اللي بتحدد فيها مصيره وحياته الجايه كلها بتتحدد على ادائه في الثانويه العامه. حصلت مشكله عندنا في المدرسه ونزلت لصاحب المدرسه او مدير المدرسه، راجل بقى فاهم في التعليم اكبر مني، خبرته كبيره جدا. الراجل ده قال لي كلمتين، قال لي رامي انت هتسقط في الثانويه العامه وانت مفيش منك امل. اوكي، شاب او طفل في الثانويه العامه، الموضوع مش مستاهل ضغط، مش مستاهل اي توتر، وصاحب المدرسه بيقول له انت هتسقط. بس كان ساعتها قدامي حل من اتنين، يا اما اسمع له علشان هو اكبر مني وبيفهم احسن مني وخبرته اكبر مني وده راجل يعني المفروض ان هو في مجال التعليم قوي جدا، واستسلم للامر الواقع وابتدي ادور على سواء بقى مدرسه ثانيه ادخلها او اشوف الجامعه او المعهد اللي هدخله، او ان انا اخد قرار وما اسمعش الكلام ده، ما اسمعش كلمه لا بتاعته، ما اسمعش كلمه انت مش هتعرف، ما اسمعش السلبيه اللي جايه منه. الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج تدريب، الموضوع محبط للغايه. الحل ليه ان انت يبقى عندك هدف. الهدف ده ممكن يبقى بعيد قوي ومش واضح، وده الطبيعي في سننا او في السن اللي انا بتكلم عليه، ان انت يبقى انت عايز تعمل حاجه بس هي مش باينه. مفيش اي مشاكل ان الحلم بتاعك ملامحه ما تبقاش باينه. الحلم انت عارف هو فين وبتحاول تتجه ناحيته، لما بتركز عليه مش هتسمع السلبيه دي،
او هتحاول ما تسمعهاش، او على الاقل هتحاول تخليها ما تاثرش عليك. ليه؟ عشان انت عندك حاجه عايز توصل لها. الهدف بتاعي في الموضوع ده ان انا كنت عايز ابقى انسان كويس، بشتغل شغل كويس، عايش حياه كويسه، وكان وجهه نظري ان انا هوصل لده عن طريق كليه الصيدله. المهم ركزت في المذاكره بتاعتي، تعبت، عملت اللي انا اقدر اعمله، ما فيش حاجه تانية اقدر اعملها، وطلعت النتيجه. لما طلعت النتيجه انا شخصيا اتفاجئت. انا الموضوع ده طلعت اول المدرسه واول المنطقه التعليميه. اول بالرغم ان انا كنت طالب متوسط طول حياتي في المدرسه وبعد كده في الكليه برضو، بس يعني خلينا في المدرسه دلوقتي. اول حاجه عملتها كنت رايح التمرين بتاعي، كنت بلعب تنس ساعتها، خدت الشنطه بتاعتي ونزلت رحت المدرسه. اول حاجه دخلت لصاحب المدرسه قلت له صباح الخير، انا رامي بشرى، انت قلت لي انا هسقط وانا طلعت اول المدرسه بتاعتك. اوكي. وهنا كانت المفاجاه الاكبر، المفاجاه الثانيه. الراجل فاجئني، يعني هو مازال بيفاجئني لغايه دلوقتي. قال لي يا حبيبي انا كنت بشجعك، انا كنت بزقك لقدام. بتشجع مين؟ ازاي بتشجعني؟ ودي نقطه مهمه جدا. دي طريقه التشجيع اللي طالعه من السلبيه، اللي نتيجه السلبيه، كميه السلبيه الشديده اللي احنا محاطين بيها، لدرجه ان هو فاكر ان هو بيشجعك لما يقولك مش هتعرف، لما يقولك ان انت هتسقط، لما يقولك ان انت مفيش منك امل. ده التشجيع. ارفض الكلام ده، ما توافقش عليه وما تسمحوش. احنا كنا بنتكلم على الهدف ان هو بعيد ومش واضح، وكل ما بتحقق حاجه صغيره الهدف بتاعك بيوضح اكتر. انا الحمد لله دخلت كليه الصيدله وعدت سنه اولى وسنه ثانيه، واكتشفت اكتشاف مهم جدا، ده اللي غير حياتي كلها وغير مجال شغلي كله وغير. انا شفت ان انا بقيت انسان احسن بعد القرار ده او الاكتشاف اللي انا اكتشفته. اكتشفت حاجه، ان انا مش هشتغل في كليه الصيدله، ان انا الدراسه دي مش عجباني، مع الاحترام لكل الصيدله اللي هنا، وان انا دي مش هتبقى حياتي. وخدت القرار ده وما كنتش عارف انا عايز ايه. طب هل انا هحول طب بشري؟ هل هحول طب اسنان؟ هل هرجع ثانويه عامه تاني وادخل كليه الهندسه اللي انا كنت عايز ادخلها؟ انا مش عارف انا عايز ايه. ليه؟ الحلم بتاعي بعيد ومش واضح الملامح بتاعته، لكن في حاجه واحده بس اللي انا عارفها. الحاجه الواحده اللي انا عارفها ومتاكد منها ان انا مش عايز كليه الصيدله. ودي كافيه جدا في المرحله اللي زي دي. لو انت الحلم بتاعك بعيد ومش واضح ولسه الملامح بتاعته مش باينه، بس انت عارف انت مش عايز ايه، ده رائع. خليك على كده، اكتفي باللي موجود، ده اللي هيخليك تكمل. ده الجزء الاولاني اللي انا كنت عايز اتكلم عليه، ان احنا ازاي نتجنب السلبيه الشديده الناتجه من كلمه لا. الجزء الثاني هو مختلف شويه، ان انت لازم يبقى عندك القوه والقدره انك تقف وتقول لا. ستيف جوبز في مره قال الابداع هو ان انت تقول لا لألف فكره. الابداع هو ان انت تقول لا لألف حاجه. كلنا ممكن نستغرب لما نسمع الكلام ده ازاي. ببساطه هو عنده هدف، حاجه عايز يوصل لها. لو كان وافق على كل فكره بتتقدم له وعلى كل راي بيتقال له وقعد يقول ما قالش لا، عمر ما هو كان هيبقى ستيف جوبز ولا عمر شركته كانت هتبقى ابل. مؤسس الانستغرام وهو في الدراسه بتاعته جاله اوفر او جاله عرض من فيسبوك علشان يشتغل عندهم. تخيلوا، فيسبوك اكبر شركه في السوشيال ميديا بتطلب من طالب ان هو يجي يشتغل عندها. الولد ده كان عنده حلم، هو كان عايز يخلص الدراسه بتاعته عشان في حاجه كان عايز يعملها، ووقف وقال لفيسبوك لا. وبعد ما عمل انستغرام باع انستغرام لفيسبوك بملايين اكبر بكتير من اللي كان هيعملها في حياته كلها في الشغل في الفيسبوك. لازم تعرف تقف وتقول لا. لما خلصت الجامعه قعدت شويه من غير شغل، وجالي عرضين من شركتين ادويه يعتبروا اكبر شركتين ادويه في العالم وفي مصر، هما جالاكسو سميث كلاين وفايزر. ووقفت وقلت لا، انا عارف انا مش عايز ايه، انا مش هشتغل ده، واقعد من غير شغل احسن ما اشتغل حاجه انا ما بحبهاش.
وبعديها رحت اشتغلت في شركة تأمين، مندوب تأمين. تخيلوا معايا كم التريقة والضغط والسلبية اللي بتجيلك من كل اللي حواليك، من أهلك ومن أصحابك وحتى الناس اللي بيشتغلوا معاك في نفس الشركة، بيقول لك يا ابني أنت مجنون، أنت دكتور صيدلي، إيه اللي جايبك تشتغل هنا؟ إيه اللي جابني أشتغل هنا؟ عشان أنا مش عايز أشتغل صيدلي، دي مش حياتي ومش هينفع أفضل قاعد كده، لازم أتحرك لغاية لما أكتشف حاجة. إن أنت تقول لأ مش سهلة، زي ما قلت لكم محتاجة تمرين، الموضوع كبير جدا، الموضوع في الأول بيجي معاه مسؤولية، لازم يبقى عندك مسؤولية. المسؤولية بتيجي من إن لازم تتحمل القرار ده. القرار ده ممكن يبقى كويس وممكن يبقى وحش، لازم تتحمل الاثنين. وانا برضو في الكلية، نرجع للكلية تاني، وانا في سنة رابعة تعبت شوية قبل الامتحانات بأسبوعين، والدكتور جه قال لي انت مش هينفع تدخل الامتحانات، انت لازم تقعد في البيت. انا وقفت قلت لا، انا هذاكر وهنزل الامتحانات. اوكي، وفعلا ذاكرت ونزلت الامتحانات، وكلكم هتفتكروا ان في قصة نجاح ورا الموضوع ده. الحقيقة ان انا سقطت في كل المواد اللي انا دخلتها، وعدت السنة وتعبت أكتر، بس كنت متحمل مسؤولية القرار بتاعي. أوكي؟ تاني حاجة تيجي مع أن أنت تقف وتقول لا، هي الالتزام، أن أنت لازم تلتزم بالقرار بتاعك، لازم تفضل معاه للآخر مهما كان الناس اللي بتحاول ترجعك عنه. أنت خدت قرار، كمل فيه للآخر حتى لو القرار ده اتأخر. الموضوع زي ما قلت لكم ساعات بيبقى مؤذي، ساعات انت بتخسر، ساعات كتير انت بتندم، بس في الاخر الموضوع مجدي. لو انت هتعمل اللي انت بتحبه او هترفض تعمل اللي انت ما بتحبوش، في الاخر الموضوع هيبقى مجدي. انا بعد ما سبت شركه التامين اللي انا كنت فيها، اشتغلت في الشركه اللي انا فيها حاليا، بقالي فيها 3 سنين، وهقول لكم الموضوع كان مجدي معايا ازاي. ان انا في ال3 سنين دول، بعد ما لقيت الحاجة اللي أنا بحب أعملها وبقيت الحاجة اللي أنا ببدع فيها، الحمد لله اترقيت 3 مرات في ال3 سنين، وبقيت أول واحد مصري عنده 26 سنة يبقى Head of Technology لمصر. الموضوع مجدي، ممكن يتأخر وممكن تندم. أنا كنت ممكن أندم على أن أنا قلت لأ لشركات الأدوية الكبيرة جداً، كنت ممكن أندم أن أنا قلت لأ لكلية الصيدلة، بس اللي أنا عايزك تبقى متأكد منه واللي أنا متأكد منه أن أنا كنت هندم أكتر بكتير جداً أن أنا أعمل الحاجة اللي أنا ما بحبهاش وأعيش العيشة اللي أنا مش عايز أعيشها. أنا النهاردة مش جاي أقول لكم قولوا لأ وخلاص، مش جاي أقول لكم قولوا لأ للعند، مش جاي أقول لكم خالف تعرف. أنا كل اللي عايز أقوله لكم، ما تعملش حاجة أنت مش بتحبها، ما تعملش حاجة أنت مش موافق عليها، وما تخافش أنك تقف وتقول لأ. شكراً. Best of luck. Thank you very much.